دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم لواحد الحقيقة من الملفات اللي بتشغل العالم كله، من أهم الملفات، وهي ملف المناخ والبيئة، وخاصة أنه مؤخرا يعني علماء المناخ والبيئة تفاجئوا، لأن هم كانوا عارفين أو كان متوقع أنه العالم هيشهد تغيرات مناخية هتؤثر على الأغذية والطقس وحياة الناس. لكن المشكلة فين؟ المشكلة أنه تداعيات هذه التغيرات ظهرت بشكل أسرع من توقعات العلماء، وده اللي قالته دراسة حديثة أكدت أن الاحترار العالمي بدأ في وقت مبكر عما كان يعتقد العلماء سابقا، وبالتالي درجات الحرارة ارتفعت بالفعل بشكل أسرع ولفترة أطول من التوقعات. مصطفى، كيف ستؤثر هذه التغيرات على الأغذية وعلى ما نأكل وما نشرب؟ كيف يمكن أن نتفادى أيضا هذه التغيرات؟ خلينا نعرف تفاصيل أكتر من ضيفنا الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة اللي بينضم لنا عبر تطبيق زوم. صباح الخير يا دكتور، وبعد التحية، ما هي أبرز ملامح هذا الاحترار العالمي؟ صباح الخير يا فندم، على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين. الحقيقة يا فندم، البحث اللي حضرتك تفضلت بيه في المقدمة هو الحقيقة بحث مهم جدا، لأنه يعني جاء بنتيجة تعتبر في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة بالنسبة لما يحدث من تسارع كبير جدا في تداعيات التغيرات المناخية. بمعنى أن اتفاق باريس في 2015 كان بيدعو المجتمع الدولي، أو على وجه التحديد 197 دولة الأعضاء في مؤتمر الأطراف الخاص بالتغيرات المناخية، إن إحنا يعني نحاول أن نصل بدرجة الحرارة المتوسطة لهذا الكوكب إلى يعني لا تتعدى 1.5 درجة مئوية، أو يعني في الحدود، أو في يعني أقصى سيناريو ممكن هو 2 درجة مئوية. ما حدث من هذا البحث الهام جدا من جامعة ويسترن أستراليا أو غرب أستراليا، هو الحقيقة بتوري أن متوسط درجة حرارة الكوكب يعني تجاوزت 1.5 درجة اللي احنا كنا بنعمل احنا ما لا نتجاوزها في خلال هذا القرن. فإحنا هناك تسارع كبير جدا حضرتك في التغيرات المناخية، وما يحدث هو أن الكوكب أصبح يحتبس درجة حرارة عالية أو أعلى مما كنا نتصور، ودي طبعا بتؤدي إلى تداعيات التغيرات المناخية. يعني بمعنى أن ظاهرة الاحترار أو ظاهرة الاحتباس الحراري معناها أن هناك غازات موجودة داخل الغلاف الجوي، هذه الغازات هي موجودة جزء منها كبير طبيعي وجزء آخر مصنع، زي مثلا ثاني أكسيد الكربون، زي مثلا الغاز الميثين. دي زادت هذه الغازات الموجودة داخل الغلاف الجوي، وبالتالي أصبح لها قدرة على احتباس درجات الحرارة أكثر قبل أن يتم ردها إلى خارج الغلاف الجوي وبعيداً يعني عن دكتور علاء، عذراً للمقاطعة، لكن خلينا عشان نوضح للسادة المشاهدين بشكل أكبر، يعني هل فكرة تسارع ظهور أثار الاحتباس الحراري كان بسبب زيادة هذه الغازات زي ما حضرتك بتتحدث، ولا يعني العلماء ما اختبروش الوقت بشكل سليم؟ طيب، هو هناك أدلة علمية دامغة على أن هذه ليست علاقة ارتباط إحصائي، ولكنها علاقة ما يطلق عليه اللي هي الدوز ريسبونس أو ريليشن شيب، أو علاقة جرعة واستجابة، أن الجرعة هي زيادة نسبة هذه الغازات داخل الغلاف الجوي أدت إلى أن هذه الغازات لها القدرة على أنها تحتبس الحرارة اللي جاية من الشمس أو الأشعة اللي جاية من الشمس، ولا تردها إلى خارج الغلاف الجوي إلى السماء مرة أخرى، وإلى الغلاف الجوي مرة أخرى خارج الغلاف الجوي. فهي دي زي ما حضرتك لو حبينا يعني نشرح للسادة المشاهدين، كأن إحنا حطينا يعني بطانية أو غطاء
إضافي على الشخص علشان خاطر يحتبس الحرارة جوه أكتر. فإحنا الغلاف الجوي كأن إحنا حاطين عليه طبقة أخرى بسبب زيادة نسبة هذه الغازات اللي بيسموها غازات الاحتباس الحراري، فما بتطلعش لا يعني لا ترد أو لا تعكس هذه الحرارة خارج الغلاف الجوي بسبب إن هي زادت. فالأجسام اللي موجودة دي اللي هي الغازات لما بتزيد نسبتها بتحتبس الحرارة أكتر داخل الغلاف الجوي، ودي تؤدي إلى ما يعرف بالتغيرات المناخية، يعني زيادة درجة حرارة الكوكب هي اللي بتؤدي إلى التغيرات المناخية. أيوه طيب، الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ قالت إن متوسط درجات الحرارة العالمية اللي زادت بمقدار 1.2 درجة مئوية بحلول عام 2020 كانت درجات حرارة في الواقع بالفعل 1.7 درجة مئوية، وده كان فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي. بمعنى ذلك إيه يا فندم بالتحديد؟ إحنا كنا عاملين حسابنا على إيه وحصل إيه؟ طيب زي ما حضرتك تفضلت، الهيئة الحكومية اللي هي الاي بي سي سي كانت بتقول إن إحنا وصلنا إلى حوالي 1.2 درجة مئوية، أو المتوسط درجة حرارة الكوكب 1.2 درجة مئوية زيادة عن اللي هو ما قبل العصر الصناعي اللي هو البري اندستريال ليفل. يعني اللي حصل حضرتك إن بسبب هذا البحث، وهو طبعا تم باستخدام منهجية دقيقة جدا وطرق علمية حديثة على ما يطلق عليه بالمارين سبونج أو الاسفنج البحري، ودي طبعا حاجة استخدمت بدقة كبيرة جدا، قدرنا ان احنا نشوف هياكل او بقايا هذا الاسفنج منذ 300 سنة، يعني ما قبل عصر الصناعي والنهضة الصناعية اللي حدثت. فقدرنا ان احنا نصل الى نتيجة مهمة جدا، الى ان هناك يعني التقدير من قبل اللجنة الحكومية الاي بي سي سي ان درجة الحرارة وصلت الى 1.2 درجة مئوية، هذا لم يكن يعني جانبه الصواب، لانه زادت درجة الحرارة اكثر من كده، وزي ما حضرتك تفضلت هي تعدت وتخطت 1.5 درجة مئوية منذ اكثر من 10 سنوات. يعني الحقيقة البحث وصل الى نتيجة هامة جدا، والبحث فعلا قال 1.7 درجة مئوية، احنا كنا عاملين حسابنا ل 1.2، وطبعا دي مشكلة كبيرة ان حتى المستويات اللي احنا كنا عاملين حسابنا عليها للاسف لم تحدث. على اي حال يعني كارثة لابد ان تتكاتف فيها كل الحكومات وخصوصا حكومات الدول الكبرى. بنشكرك الدكتور علاء سرحان استاذ اقتصاديات البيئة على هذا الطرح وهذا التوضيح.